ثلاث حاجات تاخدهم في دماغك وتركز فيهم. عايز تبقى أحسن واحد في المسلمين، تشوف نفسك ولكش وجود، عدم. أما ربنا قال كده: خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هلا ما هني موجود اهو يا رب، شيء اهو، امال ايه لو تكن شيئا زي؟ يعني انت وجودك معلق على ظهوره هو، عملك مرايه عشان يظهر فيه، ده اسمائه وصفاته، واخد بالك؟ فتعتبر انت مع وجودك دي في حكم العدم، لكن وجودك هذا معلق على ظهوره هو فيه، فاذا ظهرت انواره فيك يبقى انت بقيت حق، صوره حقيقيه. إذا ما ظهرتش أنواره فيك يبقى أنت بقيت صورة باطلة، تبع الشيطان، تبع نفسك، تبع أي حاجة أنت تبعها، بس مش تبع الله. واخد بالك؟ هذه المسألة ديت أعلى حاجة، لأن أنت لو واجهته كده هيتدبر كل أمورك، حتى الكلمة مش هتعرف تقولها هو اللي ينطقها على لسانك، حتى البصة هو هتبص بنوره، هو اللي هيوريك، هو اللي حتى السمع هيخلي سمعك ممدود ملوش أحد. وده انوجد مع الصحابه لما سيدنا عمر بص هو على منبر حضره النبي في المدينه وشاف سريه، طب شاف سريه في الشارع على بعد 1000 كيلو ولا زي كذا، طب شافه ازاي؟ هل العين تقدر تشوف؟ لا، لكن شاف بالبصير بقى، لانه عبد ثاني في محبوب، فمحبوب ظاهر عليه، ظاهر عليه بالبصير. طب سيدنا سريه سمع، حد يسمع من 1000 كيلو؟ لا، امال ايه اللي حصل؟ لان السمع بتاعه تبدل، بقى سمع حقي تبع الله، فيسمع وينفذ ويعمل. احنا كده، ما هو هم دول اسوه لينا، صحابه قدوه واسوه لينا. فاحنا لما تعرف ان انت عدم بالنسبه الى الله، يقوم هو يواجهك بقى، يظهر فيك هو، ان انت هتيجي له شيء مش هيبص لك ولا هيسال عنه، هتيجي له عدم وتعترف بالحقيقه دي بينك وبين الله في سرك وفي نفسك، وتتكلم مع الله وتقول له انا عدم، واظهر فيا بالانوار والاسرار بتاعتك، بالحلم والكرم والجود والعفو والمغفره والمسامحه، اظهر فيا، وبالصبر والشجاعه والكذا والاخلاص، اظهر فيا، هيظهر فيك. هتعمل انت لك وجود باطل، هيسيبك لما الباطل يهلكك وتهلك نفسك بنفسك. دي حاجه، دي اعلى مرحله. لو عملتها تبقى على واحد. اللي اجل منها بقى ان انت تدور على اصلك، اصلك ايه؟ النطفه. النطفه انهين اللي جرت في مجرى البول مرتين. مرة في مجرى أبوك ومرة في مجرى أمك. طب أمال الجمال اللي عليك ده إيه؟ لا مش بتاعك. الجمال ده جمال رب العالمين. هو الحي، هو السميع، هو البصير، هو العليم، وهو الحكيم. اللي أنت عايش بيهم دول، دول مش بتوعك. اللي أنت عايش بيهم دول بتوعه هو. أما أنت نطفة، النطفة بتعمل حاجة ولا محتاجة؟ إلها قيمة ولا لهاش قيمة؟ نزل من مجرى البول، يعني أنت انحاجة. يعني ما أنت النطفة الخزرة التي جرت في مجرى البول مرتين. ومهما جملك الله فهو جمال رب العالمين. إن شفت نفسك لطفة هيبدل جميع أحاسيسك، هيبدل جميع صفاتك، هيبدل سمعك بسمع رباني، بصرك ببصر رباني، حياتك بحياة ربانية، هيبدل كلك، كل معالمك هتبدل. إذا ما عرفتش ديت يبقى تحاسب نفسك في اليوم مرتين، مرة الصبح على اللي عملته بالليل، ومرة بالليل على اللي عملته الصبح. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم.